أهلا بكل حضراتكم وكل عام وحضراتكم بألف خير يا رب. تواصل درجات الحرارة استقرارها على كافة الأنحاء، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس النهاردة مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلة للدفء على السواحل الشمالية، حارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة معانا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. برحب بحضرتك يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بيكي يا أستاذة منى، وأهلا بكل متابعي التلفزيون اليوم متابع، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير يا رب، وحضرتك بألف سعيد على الجميع يا رب. وحضرتك بألف خير يا دكتور. في البداية دكتور، كلمينا عن حالة الطقس اليوم. احنا طبعا اليوم مستمرين في حاله استقرار في الاحوال الجويه اللي بنعيشها منذ عده ايام. درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في هذا الوقت من العام. في 200 يوم زياده لفترات قطوع اشعه الشمس على اغلب محافظات الجمهوريه، فبالتالي مع قطوع اشعه الشمس هنحس بيه الاجواء المائله للحراره على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، واليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع تكون 29 درجه مئويه خلال فتره النهار. المناطق المطله على البحر المتوسط الاجواء هتكون عليها اجواء مائله للدفء، لان طبعا درجات حرارتها بتكون اقل من القاهره الكبرى. محافظات شمال الصعيد اجواء حاره فتره النهار، جنوب الصعيد اجواء شديده الحراره خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس يحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره. فرق بين فترة النهار وفترة الليل أحيانا بيتجاوز 12 و13 درجة مئوية، خاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر بنحس بالأجواء المائلة للبرودة، خاصة كمان إن بيبقى فيه فترة المساء وساعات الليل نشاط للرياح، نشاط الرياح ده بيساعد بشكل كبير في المناطق الشمالية على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة. حرارة الأمطار اليوم هتنخفض في بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وهي أمطار ما بين الخفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وسلاسين ومرسى علم. بصفة عامة الأجواء مستقرة تماما اليوم. غدا الثلاثاء متوقع استمرار استقرار في الأحوال الجوية، لكن هيكون في تكون لشبورة مائية فترة الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، واللي هتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. مع يوم الأربع والخميس هتكون في ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة تتجاوز العظمى على القاهرة الكبرى 30 وتوصل ل 31 و32 درجة مئوية بسبب الكتل الهوائية القادمة من صحراء سدك الجزيرة العربية. لكن دي هتكون ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة. يعني متوقع يا دكتور إن درجات الحرارة تنخفض مرة أخرى. بالفعل درجات الحراره تنخفض مره اخرى من يوم الجمعه، تبدا تاني ترجع للمعدلات، يمكن كمان هتكون اقل من المعدلات، لان احنا متوقع مع يوم الجمعه القادمه الكتل الهوائيه الشماليه القادمه من جنوب اوروبا امتداد لمنخفض جوي متعمق طبقات الجو العليا هياثر علينا. في الجمعه القادمه متوقع العظمى على القاهره الكبرى ما بين 26 و27 درجه مئويه، مع السبت والحد ممكن توصل ل 25 درجه مئويه، فالاجواء هتكون اجواء ربيعيه تماما فتره النهار. هنحس بالبرودة مرة أخرى فترات الليل الأيام القادمة اللي هيكون فيها انخفاض في درجات الحرارة، لأن الصغرى فترة الليل هتنخفض لل 15 درجة مئوية مرة أخرى، فنرجع تاني نحس بالأجواء الباردة اللي فيها نسمة أجواء شتوية كده فترات الليل، لكن هي طبعا مش أجواء شتوية تماما، هي أجواء باردة فترات الليل. فعشان كده احنا طبعا كل السادة المواطنين بدأوا يستخدموا ملابس فترات النهار، وده مش هيكون فيه مشكلة تماما. ناخد بالنا فقط من فترات الليل، لو احنا خففنا الملابس واحنا خارجين فترة الليل لازم نصطحب معانا الجاكيت، خاصة مع يوم الجمعة والسبت والحد القادمين، لأن هيكون فيه انخفاض في درجات الحرارة فترات الليل. معظم الأيام بيبقى فيها نشاط للرياح بيخلينا نحس أكتر ببرودة الطقس فترات الليل. مهم كمان بقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة عشان ما تزودش احساسنا بارتفاع درجات الحرارة. احنا لسه في الربيع، ودايما احنا عارفين ان الربيع لسه تقلبات الجوية حادة وسريعة، فمهم جدا يوميا نشوف الحالة الجوية ايه، نشوف ايه الظواهر الجوية المختلفة اللي بتأثر علينا ونبدأ نتكيف مع اي ظواهر جوية. طيب قولي لي يا دكتور، هل متوقع ان احنا نشوف فرص امطار مرة اخرى خلال الايام القادمة، ولا خلاص بقى ودعنا موسم الامطار؟ لا طبعا الامطار بتبقى مستمره معانا على مدار العام كله، لكن بتختلف كمياتها والاماكن بتاعتها من موسم لموسم. يمكن احنا
خلال الايام الماضيه ويمكن اليوم كمان الامطار موجوده معانا، لكن موجوده في مناطق معينه من سلاسل جبال البحر الاحمر زي ما ذكرنا حلايب، شلاتين، مرسى علم. مع يوم الجمعه والسبت والحد الامطار هتبقى على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، وهيكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه، تمتد مع يوم السبت والحد لبعض المناطق من باقي السواحل كلها، السواحل الشماليه الشرقيه وشمال الوجه البحري. لكن معظم الامطار اللي ممكن نشوفها تكون امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، مفيش اي فرص سقوط امطار بالنسبه للقاهره الكبرى او الوجه البحري على الاقل خلال الايام القادمه. طيب قولي لي يا دكتور، يعني ده موسم طبعا المصيف دلوقتي اجازه عيد والاجواء ربيعيه جميله، قولي لي اخبار الشواطئ ايه يا دكتور والاجواء على السواحل الشماليه؟ هو طبعا المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط تحديدا يمكن درجات حرارتها بتبقى اقل درجات حراره في قطاعات الجمهوريه كلها، بتتراوح ما بين ال 27 هتنخفض مع انخفاضات درجات الحراره وتوصل 22 و 23 درجه مئويه فتره النهار، فالاجواء هتكون اجواء نقدر نقول ربيعيه يعني معتدله تماما خلال فترات النهار خلال الايام القادمه، فيما عدا بس خلينا نقول مع يوم الاربع هتكون في ارتفاعات طفيفه لكن مش هيحسوا بيها بالشكل الكبير. فترات الليل ايضا بيكون فيها انخفاض في درجات الحراره، فالاجواء مستقره، حتى فرص الامطار اللي موجوده على السواحل الشماليه مش هتمنعنا تماما ان احنا يعني ننزل البحر او نستمتع بفتره الاجازه وفتره الاعياد، لانها امطار خفيفه هتساعد بشكل كبير على الاستمتاع مش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه. لكن برضو اللي بنحذر بيه لازم ناخد بالنا من نوعيه الملابس فترات الليل عشان ما نصابش بنزلات البرد. يعني دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على وجودك معانا. شكرا لك يا مانيش. الشكر كمان موصول لحضراتكم، بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، انتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم. كنت معكم أنا منى يحيى، وإلى اللقاء.